السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى السنة الثالثة إعدادي، بعدما تطرقنا في الحصص السابقة لمفهوم الاستجابة المناعية الطبيعية المتمثلة في ظاهرة البلعامة التي تقوم بها الكريات البيضاء منفصل النواة تسمى كذلك البلعاميات، وتطرقنا لمفهوم الاستجابة المناعية النوعية الخلطية، ونخص بالذكر الكريات اللمفاوية بي المسؤولة عن إنتاج مضادات السام موجهة ضد المولد المضاد الذي قام بتحسيسها. إذن اليوم سوف نتطرق لمفهوم الاستجابة المناعية الخلوية. على بركة الله فلنبدأ بوضعية الانطلاق. بالإضافة إلى الاستجابة المناعية عن طريق وسيط خلطي إنتاج مضادات الأجسام، هناك استجابة نوعية أخرى تتدخل في حالة الإصابة بحمات مثل حمات الزكام أو حمات السيدة، أو في حالة وجود خلايا سرطانية. تساؤلات: ما هي آلية الاستجابة المناعية الخلوية؟ إذا في بعض الحالات يصاب جسم الإنسان بحمات مثل حمات الزكام أو حمات السيدة، هذه الحمات تثير استجابة مناعية خلوية. سوف نرى ما هي آلية الاستجابة المناعية الخلوية. إذن لفهم كيفية عمل الاستجابة المناعية الخلوية نقترح التجارب التالية: تجربة الكشف عن آلية الاستجابة المناعية الخلوية. المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، والمجموعة الخامسة. إذن عندنا خمس مجموعات من الفئران. خصوص المجموعة الأولى، تم حقن مجموعة الفئران بحمة إكس حادة، يعني حمة إكس مسببة لأمراض، النتيجة موت الفئران. المجموعة الثانية، تم حقن حمة إكس مضاعفة. عندما نقول حمة إكس مضاعفة يعني هي عبارة عن حمة إكس وهنا فقدت قوتها أو فقدت قابليتها لكي تصيب الإنسان بأمراض. ثم بعد مرور شهر تم حقن حمة إكس حادة، النتيجة عيش الفئران. المجموعة الثالثة، تم حقن المجموعة الثالثة بحمة إكس حادة، وفي نفس اليوم حقنت نفس المجموعة من الفئران بمصل المجموعة الثانية، النتيجة موت الفئران. المجموعة الرابعة، تم حقن الفئران بحمة إكس حادة، وفي نفس اليوم حقنت هذه المجموعة من الفئران بلمفاويات المجموعة الثانية، النتيجة عيش الفئران. ثم أخيرا في المجموعة الخامسة والتجربة الأخيرة، تم حقن حمة إيغريك حادة. عندما نقول حمة إيغريك فهي عبارة عن حمى تختلف عن الحمى إكس، وفي نفس اليوم تم حقن لمفاويات المجموعة الثانية لفئران المجموعة الخامسة، النتيجة موت الفئران. إذن سوف نقوم بتحليل نتائج هذه التجربة. تحليل وتفسير نتائج التجارب: موت فئران المجموعة الأولى لأنها غير ممنعة ضد حمى إكس الحادة. عدم موت فئران المجموعة الثانية دليل على أنها اكتسبت مناعة ضد حمى إكس الممرضة. مصل فئران المجموعة الثانية الممنعة ضد الحمى إكس لم يوفر الحماية لفئران المجموعة الثالثة. لمفاويات فئران المجموعة الثانية هي التي تصدت لحمى إكس وجنبت فئران المجموعة الرابعة الموت. ثم أخيرا تفسير المجموعة الخامسة: اللمفاويات غير فعالة ضد الحمى إكس لأنها تختلف عن الحمى إكس، مما يفسر موت فئران المجموعة الخامسة، مما يعني أن المناعة الخلوية شأنها شأن المناعة الخلقية نوعية كذلك.
استنتاج، نستنتج أن الجسم يقضي على المولد المضاد المتمثل في حمى أو خلية متعفنة مباشرة بواسطة شيء الكريات اللمفاوية تي. إنها الاستجابة المناعية الخلوية النوعية، مسلك خلوي. لدينا استجابة مناعية خلقية، ولدينا كذلك الاستجابة المناعية الخلوية المتمثلة في الكريات اللمفاوية تي. تتم الاستجابة المناعية النوعية الخلوية بتدخل الكريات اللمفاوية تي التي تتفرق عند تحسيسها بمولد مضاد إلى لمفاوية تي داكئة ولمفاوية تي قاتلة. تلتصق هذه الأخيرة بالخلايا المتعفنة أو الخلايا السرطانية وتحللها. إذن عند الحديث عن الاستجابة المناعية الخلوية فإننا نخص بالذكر الكريات اللمفاوية تي. الفقرة الثالثة تكامل الاستجابات المناعية. تلعب الخلايا المناعية دورا أساسيا في الاستجابة المناعية النوعية. فما أصل الخلايا المناعية وما طبيعة العلاقة بينها أثناء حدوث استجابة مناعية؟ إذا كان من السهل التمييز نظريا بين الاستجابتين المناعيتين الطبيعية والمكتسبة خلقية أو خلوية، فإنه في الحقيقة لا يمكن الحديث عن استجابة مناعية دون أخرى، إذ هناك تكامل فيما بينها من أجل هدف واحد وهو الحفاظ على تمامية الجسم. إذن هناك تكامل بين الخلايا المناعية من أجل القضاء على أي عنصر أجنبي يتسلل إلى داخل الجسم. عندما نقول الخلايا المناعية فنحن نخص بالذكر البلعميات، الكريات اللمفاوية بي والكريات اللمفاوية تي. الشروط الضرورية لحدوث الاستجابة النوعية الخلقية والخلوية: دخول مولد المضاد، تواجد اللمفاويات، لمفاوية بي عند تحسيسها تتفرق إلى لمفاوية بي ذاكرة ولمفاوية بي مفرزة لمضادات الأجسام. نفس الأمر عند اللمفاوية تي عند تحسيسها تتفرق إلى لمفاوية تي ذاكرة ولمفاوية تي قاتلة. أنواع الكريات اللمفاوية ومصدر إنتاجها. بالنسبة لأنواع الكريات اللمفاوية، لدينا كريات بيضاء مفصصة النواة تسمى كذلك البلعميات، لدينا كريات لمفاوية بي وكريات لمفاوية تي. ينتج النخاع العظمي الكريات اللمفاوية وباقي الكريات الدموية انطلاقا من خلايا أم. تحصل الكريات اللمفاوية بي على خاصياتها مباشرة في النخاع العظمي، بينما تحتاج الكريات اللمفاوية تي إلى المكوث بالغدة السعترية ليكتمل نموها وتحصل على خاصياتها. نقول أن هناك تعاون وثيق وتكامل بين مختلف الكريات اللمفاوية من أجل إقصاء كل عنصر أجنبي عن الجسم. إذن انتهت حصتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم مفهوم الاستجابة المناعية الطبيعية ومفهوم الاستجابة المناعية النوعية الخلقية وأخيرا مفهوم الاستجابة المناعية النوعية الخلوية. إذن السلام عليكم ودمتم في حفظ الله ورعايته أعزائي التلاميذ.